في استسلام بعض الجنود العراقيين للقوات المشتركة أو قوات التحالف. كثير منهم كان يحمل معاه بطاقات عليها دعوات للاستسلام ورسوم كرتونية رسمها أحد الفنانين السعوديين. لم يكن دور الاستخبارات السعودية مقتصراً على التقصي والعتاد والقتال، فقد قامت بالعمل على ما اسمته الحرب النفسية على العراق. تولى محمد عيد العتيبي إدارة هذا الملف بنفسه، وقام الجهاز بتأسيس إذاعة صوتية وتوزيع منشورات بهدف إنهاء الحرب. الحرب الإعلامية كانت ضدنا شديدة. كان هناك منشورات لدول التحالف ألقيت على مواضع القطاعات العسكرية وبوسائل، يعني بطاقات بحجم معين وبعبارات منتقات، يعني اترك المواضع، النتائج راح تكون وخيمة، صور انفجارات، صور خسائر. أنت قدت معركة الحرب النفسية ضد صدام حسين. أول شيء، وش نعني بالحرب النفسية في هذه الحرب؟ الحرب النفسية سايكولوجيكال وورفير، الدعاية اللي بمعناها الحرب النفسية، إعلام الحرب الإعلامية. ناس يقولون حرب إعلامية، ناس يقولون حرب نفسية، سايكولوجيكال وورفير. هذه جينا والأمريكان عندهم الطائرات، وعلشان تعمل المنشورات لازم تنزلها لأن الريح بيأثر عليها، وحنا ما عندنا طائرات ولا عندنا خبرة. شايف في الشيء ذا؟ أنا ما أخذ الدورة ذي في أمريكا فيه، فكان عندهم طائرات يطلعون معها ويشوف الريح وين رايحة علشان ينزلها، ومواقع الجهات اللي تبقى تنزلها عليهم فين. من كان أول شيء الفئة المستهدفة تنزلونها على مين؟ على القوات اللي موجودة العراقية. العراقية. تذكر المنشورات وش كان مكتوب فيها؟ فيها رسالة من الأمير خالد يدعوهم إلى ترك السلاح والتوجه إلى الوحدات السعودية، تسليم نفسهم، وانتم اخواننا، وانتم يعني رجاء انتم اخواننا وما بيننا وبينكم عداء. وهذا راجع للحكومة معطينهم، وجبنا ثلاثة من حقين الكاريكاتير، رسامين. تذكر منهم؟ كان في الخرجي واحد قال الهيبي، معروف، مكتوبين في الجرائد كانوا يكتبون. الجزء الأول فيها يمثل طريقة استسلام الجندي العراقي، أو ما نقول استسلامه، يعني تقديم نفسه لأحد الأفراد الجيش السعودي. في الجزء الثاني توضيح الكيفية، كيف يعيش الجندي العراقي بعد وصوله إلى معسكر الجيش السعودي، ومدام هذول استسلموا وسلموا أنفسهم معناته أن العملية انتهت، وبالعكس هم الآن وصلوا إلى مكان آمن تماما وضمنوا أنفسهم، والآن يعني فعلا راح يكونون مرتاحين. وجبناهم وجو عندنا. وين كنتوا تطبعونها؟ كنا نطبعها في مطبعة الدفاع الجوي في جدة. 22 مليون منشور. أوه. 22 اللي وزعت، وركبناهم في حوالي في الطائرات، كل طائرة معها ضابط سعودي علشان نضمن أنها توزع. وهذه حصل فيها قصة، أنه جون الجنود، يعني 12 قائد فرقة استسلموا وجو للقوات السعودية، ما يسلمون أنفسهم للقوات السعودية أو القوات المصرية. شو معنى؟ علشان ثقب الاسبرون، ثقب 12 لواء. هذول قادة فرق جو واخذناهم، وفي معاملة، يعني معاملة زينة بالنسبة في تبوك، يعني كان لها تأثير حقيقي على الأرض، يعني المنشورات هذه. إيه كان تأثير. 22 مليون منشور. عجيب. من ضمنهم دعوات للأمير، وعلشان نضمن انه تنزل
في الوقت المناسب، لأن حنا ما عندنا الريح قياس الريح في الطائرة C-130، والدخان يقترون عليهم فيهم مصروف مبلغ عند قائد المنطقة فوق المليون لتلبية طلباتهم. جلس معهم، جينا جو الشرطة العسكرية من عندنا معي يبغى يدخلون معي، يعني من باب الحراسة جايين عندهم، منعناهم. جيت ودخلت عندهم أسألهم عن أحوالهم، واحد منهم متجرى وقال لي أنتم هالحين وش تبغوا منها؟ العراق ودمرت، كان مقبل رمضان ومقبل العيد، العراق ودمرت وهلنا ما ندري وش فيها، وش تبغوا منها؟ طلع من الأنبار اللي هي على الحدود، وش تبغوا منها؟ خلونا نروح. فحنا عندهم سبعة، مسكوا سبعة من حقين المهندسين في سيارة رايحين، وبالصدفة مسكوهم عندهم، وحنا عندنا حوالي 450، هذول الضباط بس. أوه رقم والله. رغم أقول لك الألوية قادة الفرق 10 و12، فعدد كبير استسلموا، شافوا الرسائل وشافوا المنشورات كلها مدح فيهم، وحنا أخوانكم وأنتم عند أهلكم،